سبحان الله سبحان الله، ربي وربك الله، ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. ليلة 23 من ذي الحجة العام 1443 هجرية، سبحان الله. الساعة 2 قبل الفجر بساعة ونصف، سبحان الله. سبحان الله سبحان الله. لآخر شهر ذي الحجة 23 من ذي الحجة العام 1443 هجري، كسرة السحب غطت الهلال المتناقص، في سحب كثيرة وكثيفة بتغطي الهلال المتناقص، سبحان الله. ربي وربك الله، ربنا ما خلقت هذا الوطن من سبحانك فقنا عذاب النار. تصوير بالتلسكوب ان شاء الله. ده كوكب الزهرة من جهة شروق الشمس، سبحان الله، بالتلسكوب. ده كوكب الزهرة، سبحان الله، ربي وربك الله، سبحان الله. ده كوكب الزهرة عن قرب اهو بالتلسكوب، سبحان الله سبحان الله، ربي وربك الله. كوكب الزهرة من جهة شروق الشمس، اليوم 29 من ذي الحجة، آخر ظهور لهلال القمر المتناقص. طبعا هو مش هيظهر لأنه بقرب من الشمس، فبالتالي هو مش هيظهر النهاردة القمر، لأن الهلال المتناقص بالقرب من الشمس. واحنا دلوقتي بعد الفجر بنصف ساعة تقريبا، ما شاء الله الكواكب بكثرة وضوح في السماء، سبحان الله. كوكب الزهرة وكوكب المشتري وكوكب المريخ كلهم اليوم من جهة شروق الشمس، ولكن متفرقين مش على استقامة واحدة، سبحان الله سبحان الله. ربنا ما خلقت هذا باطلا،
سبحانك فقنا عذاب النار. كده الكوكب الأحمر كوكب المريخ مارس، ده كوكب المريخ في منتصف السماء سبحان الله قبل شروق الشمس بنصف ساعة تقريبا. ده كده كوكب مارس المريخ الكوكب الأحمر، ده كده في منتصف السماء سبحان الله، ويرى بالعين المجردة سبحان الله. ربي وربكم الله سبحان الله. Thank you.